نعم، بالنسبة يقول السوريين، بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في تركيا أحيانا يقع عليهم شيء من التضييق وكذا فيخرجون إلى أوروبا، فهل يجوز لهم ذلك أو لا يجوز؟ هو القضية ليست تركيا وإنما أي بلد وأي مسلم، ليس سوري فقط، أي مسلم إذا كان مضيقا عليه في رزقه ولا يستطيع أن يبقى في البلد التي هو فيها فله أن يخرج إلى بلاد أخرى، بلاد مسلمة، هذا الأصل. لكن إذا تعذر ذلك ولم يجد بلدا مسلما ولم يجد ما يكفيه وأهله، وإما أن كما يقول يعني يضطر وكذا يعني يعيش ما يستطيع يعيش حياة كريمة، له أن يسافر إلى بلاد الغرب للتجارة كما قال أهل العلم، يعني السفر لبلاد الغرب يجوز للتجارة، يجوز للدعوة، يجوز للعلاج، يجوز للعلم. فإذا قصد الإنسان هذا لأنه يريد أن يعيش حياة كريمة فلا بأس بذلك، سواء كان سوريا، كويتيا، من تركيا، من مصر، من الجزائر، من أي مكان في الدنيا فله أن يسافر لهذا الغرض، ولكن أهم شيء يكون هذا الأمر واقعا له فعلا. إيه نعم.